اهلا وسهلا بكم، حياكم الله في المواجهه. اسئله اليوم وملفات المستقبل، حركه دائبه ونشاط سياسي عالي المستوى تحتضنه الرياض، العاصمه الاضخم والابرز في المنطقه، زعماء المنطقة يواصلون توافدهم على العاصمة في استمرار لنشاط الماكينة السياسية السعودية واستئناف أيضا لنشاطها الذي يدير مع أشقائه مختلف المراحل والملفات والتحولات. البداية كانت مع الخليج بزعمائه وثقله وبالتاريخ الطويل الذي تمثله هذه العلاقات المتجذرة بين الرياض وبين بقية الدول المنطقة. فيما تشتعل المنطقة بالمزيد من الملفات، أثبتت الأيام كيف أن القراءة السعودية والقراءة السعودية والخليجية لهذه الملفات كانت هي الأصوب والأقدر على النأي بالمنطقة إلى بر الأمان غالبا وتجنيبها الكثير من الويلات التي كانت تنتظرها. حياكم الله، هذه بعض ملفات المواجهة الليلة مع شركاء المواجهة الأستاذ سليمان العقيلي الكاتب والمحلل السياسي المعروف، والزميل الأستاذ علي البلوي الباحث السياسي. أستاذ سليمان، أيام حافلة جدا، حراك سياسي عالي المستوى يعكس فيما يعكس مجموعة ضخمة من الرسائل، ويتضمن أيضا كثير من الملفات، وكانت البداية مع الزعامات الشقيقة في دول الخليج. تفضل. اليوم الرياض تستقبل أمير قطر الشيخ تميم، وأمس ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن راشد محمد بن زايد، وقبله أمير الكويت الشيخ صباح، وقبلها بعدة أيام جلالة ملك البحرين الشيخ حمد. هذا في الواقع يعطي فكرة عن الانشغالات السياسية والهموم السياسية لقادة المنطقة وحرصهم على التلاقي مع القيادة السعودية الجديدة وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن
العزيز ورغبتهم في بلورة موقف سياسي وأمني وربما يعني أكثر من ذلك يمثل استمرار نعم يمثل استمرار للتلاحم الخليجي الذي في واقع الأمر شهد سحابة صيف في عام 2014 ولكن الخليجيين بحكمتهم تجاوزوا هذه السحابة والآن يعود الوئام الخليجي وتتكرس الدور السعودي التوفيقي والاحتوائي الذي يقوم على يعني رأب الصدع ويقوم على لملمة المواقف ويقوم على بلورة وإنضاج مواقف سياسية واحدة وتوحيد الصف العربي لمواجهة المدلهمات التي يعني تهدد الحقيقة الأمن القومي العربي وتهدد الدولة الوطنية العربية ونرى الانهيارات يعني بادية للعيان في اليمن وفي ليبيا وفي سوريا ومستمرة في سوريا ومستمرة في كل مكان. طيب نعم أستاذ علي، الحين من الواضح الأيام أثبتت صواب القراءة السعودية الخليجية لمختلف الملفات، مصر، سوريا، خطابات التحذير، اتحاد جهات النظر. أنت كيف تشوف هذا بالجانب في قراءة يعني كل الأحداث في الملفات السابقة وفي تشكيل مواقف منها تزعمتها المملكة العربية السعودية أدت، خليني أقول لك، لحماية كثير من الملفات والقضايا العربية من أن تنزلق إلى واقع لا يحمد عقباه. وعندنا المثال المصري، طبعا معروف عن السياسة الخارجية السعودية بأنها سياسة هادئة وتعتمد نمط من العقلانية السياسية في قراءة كثير من الأحداث. ما صناعة القرار بالمملكة العربية السعودية ربما انشغالاتها الدولية وعلاقاتها مع مختلف المؤسسات الدولية
مجال أكبر للتحليل والقراءة بعض الأحداث، ولهذا السبب كانت هناك رؤية سعودية عميقة لأحداث، الرؤية مستقبلية، ولهذا السبب كانت التحذيرات المملكة سابقة واستثنائية في أحيانا. نعتقد ما فترة تداعيات ما يسمى بالربيع العربي كانت القراءة السعودية محل انتقاد في تلك الفترة، لكن بعد فترة وجيزة ظهرت بأن السياسة السعودية كانت قراءة جادة ودقيقة وواعية للأحداث، ولهذا السبب نحن تحصد الدول العربية الآن هذه المنزلقات. نعم هناك إرهاب، كانت هناك تحذيرات للمملكة ليست فقط للدول العربية وإنما حتى للدول المجتمع الدولي أن الإرهاب سينفلت، أن الإرهاب سيطال حتى هذه المجتمعات. أعتقد بأن السياسة السعودية كانت سياسة فاعلة مؤثرة، كانت هناك في منهجية واضحة في التعامل مع هذه المعطيات، ولهذا السبب أعتقد بأن العديد من الدول سواء كانت في المنطقة الدول الإقليمية الآن ترى بأن السياسة السعودية تشكل محور التوازن الإقليمي، تشكل محور الرؤية العقلانية لهذا الأحداث. طيب الآن أستاذ سليمان، وجزء من الكلام اللي أشار له الأستاذ علي، كان في أداء فيما يمكن تسميته بالصحافة الصفراء مع وصول خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله وتولي مقاليد الحكم، أن هناك تغير في الملفات، خلاف خليجي خليجي، تغير في السياسات. بعض اللقطات فقط والمشاهد اللي تابعناها في استقبال مثل ما تفضلت جلالة ملك البحرين سمو أمير الكويت سمو الشيخ محمد بن زايد، واليوم سمو الشيخ تميم. أولا من المستفيد من محاولة إثارة مثل هذا اللغط، وكيف أثبتت هذه البداية الجادة والعميقة كذبه؟ وخلني أقول لك حتى وكون منطلق فعلا من عدم معرفة بالسياسة السعودية. أولا الملك سلمان حفظه الله أعلن في خطاب الأمة يوم
انه لن يطرأ اي تغير على قواعد السياسة الخارجية السعودية. والملم والمراقب والملاحظ للسياسة الخارجية السعودية يعرف القواعد، وهي قائمة على توحيد الصف العربي، تمتين العلاقات العربية العربية، دعم وحدة الموقف العربي، تمتين الوضع السياسي والأمني العربي من الاختراقات، وكذلك تنمية التعاون العربي وفق الإمكانات، التنمية الاقتصادية والاجتماعية. ولذلك الملك سلمان في حقيقة الأمر أظهر حكمته في استمرار السياسة السعودية، والسياسة السعودية في الواقع تخطت المحاور في نهاية عهد الملك عبد الله. نعم. يعني في عام 2014 السياسة السعودية اتخذت موقف وسطي بين المحاور، لأنه في واقع الأمر يحيى أثبت سياسة المحاور خطرها العميق والجسيم على الأمن القومي العربي. والعالم كله عنده تجربة، يعني كله عنده تجربة. وبعدين عندك المحيطين فيك، سواء القوة الأجنبية أو القوة الإقليمية، يعني حريصة على الإخلال بموازين القوى. نعم. وأثبتت سياسة المحاور أنها أكبر معول لهدم موازين القوى في المنطقة العربية. ولذلك السياسة السعودية يعني لما أرادت تصحيح مواقف بعض الدول، يعني رأى المراقبون أنها مالت أو أنها جرتها المحاور شيء ما، ولكنه في نهاية 2014 عادت السياسة السعودية إلى طبيعتها التقليدية، وهي الطبيعة التوفيقية والاحتوائية والتصالحية. والحقيقة أن الملك سلمان بن عبد العزيز اللي يعرف مدرسته السياسية يدرك أنه من صلب هذه المدرسة، وقريب طوال السر الملك من القرار السياسي. نعم، قريب وصانع وجزء من القرار السياسي. يعني فعلا الملك سلمان يتمتع أول شيء
بعلاقات بحضور وحتى باهتمام من قبل مختلف القيادات السياسية في العالم منذ زياراته السابقة يعني وانتهاءً بالزيارات الأخيرة اللي العام الماضي. والجميع يدرك مدى قربه من القرار السياسي السعودي ومدى ثقة للرأي الذي كان يقدمه طوال تاريخه. كيف ينعكس هذا وكيف يمثل حتى لمختلف الزعامات العالمية إيماناً بأن مدرسة الملك سلمان حفظه الله في السياسة السعودية هي مدرسة تقوم على الكثير من الثبات وعلى المزيد من التطور واستئناف المراحل الجديدة. بالطبع يعني عندما نتحدث عن شخصية مثل خادم الحرمين الملك سلمان نتحدث عن تاريخ طويل من الإدارة والحكم المحلي والعلاقات السياسية مع دول الخليج والدول الإقليمية والدول العربية. فهو شخصية كانت لها دور مؤثر في صناعة القرار السياسي السعودي، ولهذا السبب نعتقد بأن هناك نظرة إيجابية جدا للملك سلمان فيما يتعلق بتطوير السياسة الخارجية، فيما يتعلق بتطوير والإصلاح الإداري الداخلي، ولهذا السبب وإعطاءها يعني بالجميع ينتظر ظهور لمسات شخصية ورؤية عمق. كان الملك سلمان أمير للرياض، نعم، كان له علاقات سياسية مع الرؤساء الفرنسيين، نعم، مع مختلف الزعامات العالم، ومع بس كمل النقطة لأني بجيك في محور اعتقادي بأن الملك سلمان يعني هناك أنا أتابع غالبية التحليلات اللي تصدر في مراكز الأبحاث والدراسات الأجنبية، هناك نظرة إيجابية جدا عن هذه المرحلة، وأعتقد بأنها مرحلة تشهد كثير من الاهتمام والتفاعل ما حدث الآن في احتضان المملكة لقيادات مجلس التعاون الخليجي والاهتمام الكبير الذي أعطاه الأمير الملك سلمان لهذه القيادات يدرك بأن هناك في تقنية سياسية في تكتيك سياسي معين لدى الملك. أعتقد
هذه الفترة ستشهد مزيد من التلاحم السعودي الخليجي، أن الآن هناك مجموعة من الأزمات الإقليمية تتطلب مزيد من اللقاءات، مزيد من الآراء المشتركة، مزيد من المواقف المتحدة ما بين هذه الدول. الملك سلمان أستاذ سليمان، الملك سلمان بدأ بالخليج، وهو كما تعلم الكيان يمكن الأكثر استقرارا المؤثر الذي استطاع أنه يتجاوز منطقته وبشعبه مختلف المراحل. أنت أشرت قبل شوي إلى سحابة الصيف التي مرت، في أحيانا كلام إعلامي أن هناك خشية من أن تعود، خشية من أن يتم الإخلال بعض الاتفاقيات، خاصة مع التطورات اللي نشوفها الآن بالملف المصري، بالحادث الأليم الذي تعرض له بعض المصريين في ليبيا، قيام القوات المصرية الجوية المصرية باستهداف مواقع للتنظيم. هل هناك خشية فعلا؟ خشية من عودة يعني جوانب من السحابة اللي شرطها. نعم، أنا أعتقد أنه القيادات الخليجية وفي مقدمتها القيادة السعودية حريصة على يعني متانة العلاقات الخليجية الخليجية، ومن ثم العلاقات الخليجية العربية، وعلى رأسها طبعا على رأس العلاقة مع مصر. صحيح، لأنه مصر قطب أو محور في السياسة العربية، والخليج لا يمكن أن يستغني عن مصر، ومصر لا يمكن تستغني عن الخليج. وحتى لو كان هناك وجهة نظر سياسية لدى أي دولة خليجية، إذا انحصرت وجهة النظر في المجال السياسي يمكن فهمها على ألا تتعدى إلى الإخلال بالأمن الوطني أو القومي أو مخالفة تماما للنظرة الخليجية، أو أن يعني يكون زي ما قلت أنت التغريد خارج السرب، هذا في الإطار الاستراتيجي. يعني نعرف الإطار الاستراتيجي للعلاقات الدولية هو الذي يؤمن المصالح القومية الكبرى، الأمن القومي الخليجي الآن مهدد.
العربي مهدد. ليش؟ لأن مصر مهددة، السعودية مهددة، المنطقة العربية كلها مشتعلة. ولذلك أنا أعتقد أنه لا عودة ولا يعني لصراع المحاور أو سياسة المحاور، وأنه هناك توجه لتحالف أكبر من التحالف التقليدي السابق. لأنه أنت لما تلاحظ الحركة الدبلوماسية أخي يحيى الأيام اللي راحت، السعودية احتضنت ليس قادة الخليج فقط، إنما وزراء من بعض المناطق اللي كانوا جزء من المحور. الوزير الداخلية الترك. هذا يعطيك فكرة عن أنه هناك رغبة سعودية وخليجية في ردم الهوى وتمتين العلاقة العربية الإسلامية بما يلائم مستجدات هذه، بما يوقف الانهيارات. لأن الانهيارات الآن اليمن يتجه إلى الدولة الفاشلة، ليبيا وضعت في خلاص، سوريا كذلك، والحبل على الجرار. إذا لم يكن هناك تحالف له طبيعة استراتيجية بمعنى توافق في الموقف، التحالف باعتبار الخليج كيان، مش باعتبار الخليج ذو رأي، لا هناك يعني رأي جانبي مثلا ولا لا؟ صحيح. طيب يعني في الملفات هذه والكلام اللي قاله أستاذ سليمان ونربط خلنا بين هذا بالحراك على مستوى الزعماء وبين المؤتمر الأخير اللي قبل 3 ليالي بالقاعدة الجوية، مؤتمر وزراء خارجية دول مجلس بشأن اليمن، وشبرز النقاط اللي تتوقع أن تكون كخطوات قادمة في هالملفات أو حتى في الملفات اللي تشهد تسارع في الأداء على رأس الملف اليمني مثلا. بالطبع أولا أن أعلق على مسألة العلاقات الخليجية، الخليجية أعتقد بأنها ستشهد تطورا كبيرا بالفترة القادمة، وهناك وعي كبير جدا لتعقيدات الملفات والأزمات الإقليمية ما يتعلق بالأزمة اليمنية. كل المؤشرات تؤكد بأن الانقلاب
انقلاب على الشرعية الدستورية سيؤدي إلى حالة من الفوضى وربما الحرب الأهلية. هذه سيكون لها انعكاساتها ليست فقط على الأمن السعودي وإنما على الأمن الخليجي وأيضا على الأمن الإقليمي. هناك تهديد لإمدادات الطاقة، تهديد لباب المندب، كل هذه المسائل ستستثير العديد من الدول، ليست فقط دول مجلس التعاون الخليجي. أعتقد بأن الموقف الخليجي من اليمن هو موقف يتسم بالعقلانية، هناك تأكيد على أهمية عودة الشرعية اليمنية، هناك تأكيد على الحوارات الداخلية ومنتجات الحوار الوطني اليمني، هناك رفض العمليات الإقصاء والسيطرة. ونشهد أيضا هناك أيضا هواجس مصرية مما يحدث باليمن، هناك حديث عن وتشكيك في اتجاهات حركة التمرد الحوثي. خليني أسألك على واحدة من النقاط أيضا قاعد سليمان، أنه في توجه وهذا ضروري تفرضه المرحلة إلى أنه مثل ما لدينا علاقات خليجية عربية أن تكون علاقات خليجية إسلامية أيضا. طيب البعض يشوف أنه هذا لا يمكن أن يتم إلا إذا توقفت أو انتهت تماما يعني بعض الآراء التي تخرج على الخط الخليجي أحيانا، وإن كنا نستبشر بانتهائها دائما. ولا نعم، أن باعتقادي الآن دول الخليج تدرك جيدا التداعيات ما يحدث سواء في سوريا والعراق وليبيا واليمن. على الأمن الخليجي هناك تهديد لمصادر الطاقة بالمنطقة، هناك استهداف إيراني لا يتعلق بالأمن العربي والأمن الخليجي، هناك دعم غير مباشر للتمرد الحوثي. باعتقادي هذا كل هذه المعطيات تدفع باتجاه وحدة القرار والموقف الخليجي في التعامل مع العديد من القضايا. الآن أستاذ سليمان، مصر فتح لديها ملف جديد، طائرات المصرية. تعقيب على الموضوع هذا إذا تسمح. أي تفضل. أنا أعتقد أن الانفتاح الخليجي على تركيا بيصاحبه انفتاح قطري على مصر، والمعادلة هذه
ما شف الطريق يعني شوف مشروع يعني لا مو مشروط نوع من حل حالات الأمور وتدوير يعني الزوايا السياسية بحيث يكون هناك موقف مشترك سعودي إماراتي مصري قطري تركي تجاه الأمر المتفق الآن اللي هو الدولة الداعشية اللي قاعدة في الآن في العراق وسوريا وقاعدة تتكون في ليبيا. إذا تم تكوين موقف أعتقد إنه الأتراك والقطريين والخليجيين عموما متفقين على النظرة على خطورة هذا الوضع. بس ما في توظيف إقليمي أستاذ سليمان أو محاولة لتوظيف إقليمي حتى للداعش؟ أنا أعتقد إنه راقبت المواقف الخارجية كلها بما فيها الموقف القطري. لا لا بالمواقف الخليجية متفقين عليها يعني. نعم شوف في كلام سياسي يعني كل نقول أنتم اللي أنشأ في من يقول الأمريكان اللي يدعموا داعش وفي من يقول الإيرانيين وفي من يقول الخليجيين فهذا كله كلام سياسي الواقع إنه داعش لا تخدم الأمن القومي العربي ولا تخدم الأمن الوطني السعودي ولا الأمن الوطني القطري ولا الإماراتي ولا الكويتي ولا حتى العراقي والأردني والمصري. ولذلك وأعتقد إنه الداعش إنها تخدم المصالح الأجنبية تفتيت المنطقة وتحويلها إلى حالة فوضوية فوضى خلاقة أو سمى ما شئت وإعادة تكوينها بحدود جديدة. هذا أمر يعني لا يمكن استبعاده. لا يمكن استبعاده. طيب نعم طيب خليني أنا برجع لي معك أستاذ علي للسياسة السعودية وكيف استطاعت مع المنطقة أيضا أنها تمثل مع دول منطقة الخليج أنها تمثل واحد من أقوى التحالفات في موضوع داعش. أنت أشرت قبل شوي إلى أنه المملكة كانت من أول الدول التي حذرت العالم من الإرهاب. المملكة من أول الدول التي راح
كثير من قياداتها ينفذون طلعات جوية على مواقع داعش. رأينا الإمارات بأبنائها وبناتها أيضا يقومون بهذه المواقف. هذا يدعم كلام سليمان أن حنا مواقفنا قوية وواضحة من الإرهاب في داعش في القاعدة أو في غيره. هل في نقص في بناء التحالفات السياسية هو اللي يؤدي إلى تفاقم هذه الظاهرة وعدم القدرة على إنهائها؟ باعتقادي ما يتعلق بالموقف من الإرهاب ومن داعش بشكل خاص، أعتقد بأن موقف المملكة كان موقفا متقدما في محاربة الإرهاب على جميع الصعود. يعني والله ليست مجاملة، والله متقدم حتى على الموقف الأمريكي، على جميع الموقف على جميع الصعود. هناك كثير من النقاشات حتى في مؤسسات الأمريكية ناقشت موقف المملكة وكان موقفا واضحا. هناك في قرارات وهناك في إجراءات وهناك في معالجات تمت لما يتعلق بالإرهاب. باعتقادي بأن الإرهاب هناك أكثر من لاعب ما يتعلق بالشأن السوري، ما يتعلق بالعراق، وهناك مصالح مختلفة. ولهذا السبب دعت المملكة منذ البداية إلى تكوين تحالف دولي لمحاربة الإرهاب، وربما أرسلت رسالة للدول الأوروبية على ضرورة أن تكون لها موقف واضح من هذه المسألة. هناك بعض الدول كان لها موقف مغاير، لم تكن واضحة في محاربة الإرهاب. ونتكلم بصراحة، الدور الإيراني كان واضحا في هذا المسألة، في حتى في استقبال أعضاء من تنظيم القاعدة، في ترحيل أعضاء من تنظيم القاعدة. أيضا تركيا في البداية كانت لها موقف غير واضح، ولهذا السبب كان هناك في نوع من الخلاف أو نوع من الخلاف في وجهات النظر. الآن تركيا تعاني من موضوع الإرهاب، هناك رقابة دولية للحركة الإرهابية والقيادة وهذا المسألة. ما بقى عندك كثير وقت أستاذ سليمان، مستقبل العمل الخليجي من خلال هذه البداية القوية والضخمة اللي دشنها الملك سلمان، وش الملف الأول اللي تتوقع أنه يتم العمل عليه فورا؟ أنا أولا متفائل بالحركة الدبلوماسية
وبهذا النقاش السياسي على مستوى القمة. وأنا أعتقد أن هذا سيؤدي بنا إلى بلورات أو إرساء تحالف جديد قائم على أسس ثابتة وواضحة، منها مكافحة الإرهاب والتطرف الديني، وكذلك مواجهة التحديات الأمنية والسياسية التي المحدقة بالمنطقة من الجوار الإقليمي ومن القوى الكبرى، خاصة أن ميناء الحديدة مثلا بالتفصيل يستقبل الآن السفن الروسية التي تحمل هذا يؤدي الأمن القومي الخليج. ولذلك نتوقع أنه سيشكل الخليجيون نواة لتحالف عربي وربما عربي إسلامي سيكون الأساس لتحالف دولي في 30 ثانية. مستقبل العمل الخليجي، مستقبل العمل الخليجي نرى بأن كل الاتجاهات والأنظار تتجه باتجاه المملكة. هناك دور قيادي ودور توازن بالمنطقة. أعتقد بأن شكرا جزيلا علي البلوي، آسف قاطعتك، الكاتب والباحث المحلي السياسي. شكرا جزيلا أستاذ سليمان العقيلي، شكرا جزيلا لكم أنتم أيضا. هذه هي الرياض التي استقبلت وتستقبل وستظل فاتحة أبوابها لأشقائها ولأصدقائها. هنا يتكامل العمل السياسي، هنا نستأنف المراحل بخليج واحد لا مجال فيه للخلاف. مسوا على الخير.